تمام. طب مين البرج اللي بيبقى يوم سعده بقى في عيد الحب؟ يعني تحس كده انه طاقه الحب والمشاعر بتكون فياضه عنده. تمام، انت جيت النقطه الكويسه. هو اولى بالابراج زي ما هقول لك بالتفصيل. طبعا اهم حاجه اللي بتهمنا في اللانتين دي هديه كل برج. ايه هي الهديه اللي عشان ايه يعني ما اعملش تاتش؟ يبقى ممكن اقدم حاجه ما تبقاش على هواي. عشان كده الابراج بتبين انت يا برج معين حسب ما انا هقول دلوقتي انت تقدم ايه لشريك حياتك عشان خاطر الثاني يتقبلها. حلو قوي. بالنسبه للهدايا واليوم يقضوه ازاي؟ تمام. لو قلنا لبرج الحمل، برج الحمل اساسا مليء بالحيويه والطاقه وحب الحياه لانه بيحكمه المريخ كوكب الاراده والطاقه الى اخره. بيحبوا يعني مولود الحمل يا راجل او ست، الهديه اللي شريكك المفروض يقدمها لك من اي برج لازم تكون بيحبوا الهدايا الفريده من نوعها الرير او النادره. تمام؟ خارج الصندوق التقليدي. بيحبوا يسلطوا الاضواء على الهديه، يعني اما بجيب له اللي حمل هديه اقول له انا بحب الهديه دي، يعرف كل الناس. تمام؟ بالنسبه لبرج الثور، طبعا لان الثور بيحكمه كوكب الزهره او فينوس، فهم اي حاجه فاخره وجميله ورقيقه وشعريه بتناسب مولود برج الثور. تمام؟ طبعا بالنسبه للجوزاء، عشان تعجبي او الشريك حياتي اللي هو ذكر او انثى بيبقى الجوزاء بيحب الهدايا الصغيره والكبيره، مش لازم تكون فاخره، لكن اي حاجه ممكن ترضي ذوقه وروحه وضميره. تمام؟ لان الجوزاء متقلب التفكير، بيحب التنوع، فتقدم له هديه سواء ذكر ولا انثى يبقى تتنوعي في هداياكي. بالنسبه للسرطان، الاشياء العاطفيه كويسه جدا، زي مثلا سي دي عليه اغنيه رومانسيه حالمه، دي بتفيد مواليد السرطان. تمام؟ بالنسبه للاسد، طبعا الاسد افراد عائله مالكه، بيعتقدوا على نفسهم انهم مملوك، بيحظوا بالاحترام والاعجاب، بيحبوا ان هم يكونوا مراكز الاهتمام. علشان كده هداياهم لازم تكون ذات جوده عاليه مفيده جدا، مش مجرد حاجه يعني تحتفظ بيها، لازم تكون مفيده ليهم وعلى جوده عاليه. تمام. بالنسبه للعذراء، بصراحه العذراء احنا حضرتك قلت في الاول مين هو اللي ما بيعملش، لو قلنا العذراء اللي هو صعب ارضائه حضرتك قلت مين اللي هو ممكن يعني ما يتاثرش قوي بالهدايا، نقول العذراء. ليه؟ لانه سيد الكمال، بيطلق عليه في الابراج سيد الكمال. طب ليه انا بحب الهدايا اللي بحب الهدايا يا دكتور ليه كده؟ مين؟ انا من العذراء، انا برج العذراء وبحب الهدايا. انا ما قلتش ما بتحبيش الهدايا، انا بقول يصعب ارضائك، يعني مش اي حاجه تقبلي بيها لانك سيد الكمال. الهديه انا ما فيش تناقض، انا ما قلتكيش انت ما بتحبيش، لا انت بتحبي بس مش اي هديه بقى، يعني انت مش اسد ولا انت ايه فار ولا انت حمل ولا انت حاجه، لا انت عذراء. تتقدم لك هديه يبقى كامله مكمله من جميع النواحي عشان يرضي يعني تفكيرك. أوكي. تمام؟ لان طبعا بالنسبه للهدايا اللي تتقدم للعذراء اي اشياء، لان هو برج ترابي مرتبط بالارض، فاي اشياء عمليه ومفيده بتفيد، لكن هدايا هو ما تسمش قوي لان العذراء بان في جانب عاطفي كبير الا انه بيفكر بعقله اكثر من قلبه، فبالتالي الهدايا اللي تقدم له تكون هدايا عمليه ومفيده اكثر منها رومانسيه. بالنسبه لبرج الميزان زي الثور بيحكمه الزهره او فينوس، ممكن ما يظهروش ان هم بيحبوا الهدايا او ما بيبقاش لحوحين، اللي انت يعني الميزان راجل او ست ممكن متلحش، طب والنبي اجيب هديه هتقعدني فين النهارده؟ هتسهرني فين؟ الميزان ما يبينش كده. تمام؟ لكن بيحبوا الشموع المعطره والعطور والبالونات والروايات والهدايا الفريده من نوعها زي البوفانات. بالنسبه للعقرب، العقرب بيحب هو عامه خيالي شويه، احد بيحب الاحلام والقصص الخياليه لانهم اشخاص حساسين جدا. العقرب اكثر برج يتمسك بشريكه ومحبوبه بطريقه فظيعه، بيلبس فيه زي ما بيقول كده زي العقرب، لو حبه الى مدى نهايه، ولو شريك حياته خانه بيتركه الى ابد الابدين مهما توسط المتوسطون. مع ان هو من الابراج اللي حضرتك ذكرت ان هي انانيه جدا. ما انا قلت لحضرتك في اول كلامي برضه في صفات عامه لكنها تختلف بنسب معينه حسب الفالنتين دي، فانا بقول دلوقتي الفتره اللي احنا بنتكلم فيها في الفالنتين دي شهر فبراير، ايه هي توقعاتي ليهم؟ فحضرتك حسب التنقلات او حسب الترانزيت للكواكب، انا قلتها في اول كلامي، الكواكب بتعدي عليها بتخف من الانانيه دي شويه سعد او نحس، او ممكن تزيد دي على حسب ابراج ثانيه. فالصفات العامه ثابته لكنها تزيد وتقل، الدوام لله وحده، مفيش حاجه بتبقى ثابته. تمام؟ بالنسبه للجدي ما بيتوقعوش كتير من شركائهم للاسف، لان الجدي هو طموحه متحكم وغازين في نفسه، ما بيلحقش اي حاجه تجيبها له خلاص، ما جبتهالوش يبقى السلام عليكم مفيش مشاكل. بالنسبه للدلو، طبعا احنا في شهر فبراير مواليد الدلو، والدلو بالمناسبه هم اكثر الابراج المحظوظه العام 2021 على مستوى المهنه تحديدا وعلى مستوى العاطفه.
المبرود الدلو بيبحث عن اي حاجه تغذي روحه، ايه كتاب سفر، هدايا ابداعيه الى اخره. بالنسبه للحوت، طبعا الحوت طبعا رومانسي جدا وحالم وروحاني، ممكن يتقدم له هديه مدروسه وشخصيه لانهم حالمون في اليقظه وفي النوم. اوكي. طيب هل في ابراج بطبيعتها نكديه او فرفوشه؟ وبرج القوس اخباره ايه؟ برج القوس العام 2021 يعني؟ لا، في التاثير بتاع الفالنتاين عليه اللي احنا فيه. في تاثير الفالنتاين كويس، احنا خلصنا من الهدايا. اولا الفرفوشين الحمل هو من العصب لانه فرفوش جدا. الـ 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 الجوزاء نوعا ما، العذراء لا، العذراء ترابي شويه، لكنه ايه يعني بايه؟ بتقوده يعني ما بيرميش نفسه، بعكس الحمل، حمل يتنطط، العذراء يحب الفرفشه لكنه بتقوده واتزان، تمام؟ عندك القوس رغم انه اناني جدا لكن يحب الفرفشه، لكن اناني في نفسه يعني يحب يفرفش نفسه اكثر من التانيين. اوكي. على حساب شريك حياته. لو قلنا للقوس بالنسبه للفالنتين دي او توقعات ليه هذه الايام، فطبعا الفتره دي بيتعدي عليه طبعا برج القوس بالنسبه اللي احنا في شهر فبراير الدلو يعتبر الطلعه او البيت الاولاني، التاسع بالنسبه له البيت العاشر وال11، فبالتالي القوس محظوظ خلال شهر فبراير اللي احنا فيه دلوقتي في سلام تام. لو القوس حس بمشاكل طبعا عشان كان كوكب المشتري متراجع، لكن 2021 الكوكب الحاكم للقوس اللي هو المشتري حاليا في الدلو في بيته اللي هو في الشهر اللي احنا فيه، فبالتالي من اسعد ايام وحياه مولود القوس هذه الايام التي نعيشها وخصوصا اللي هو الفلسطين دي. انا بشكرك شكرا جزيلا خبير الابراج دكتور احمد شاهين. اظن احنا مدلعينكم على الاخر، الحلقه النهارده مخصصه للفالنتاينز، ده لسه كمان الفقرات الحواريه.